السلام عليكم. Good morning guys. السلام عليكم. اليوم جيت باش صباح الخير. بعدا عندنا اليوم الصباح. اليوم بغيت نوجد واحد الفطير دغيا، واحد البانكيك مثلا اللي تنوجدو في 5 دقائق ولا اقل. فريمون في 5 دقائق تطيبيه بالزربه. اليوم today we're gonna I'm gonna share with you very easy quick recipe for breakfast oats pancake with oats and raisin. Very easy and very easy and very delicious and low carbs too if you don't want and no sugar free. يلا بلا نخليكم على زانغريديون وانا معكم. يلا السلام عليكم و جيسبر تبقاو معايا حتى الاخر. لي زانغغيديون اللي عندنا، الشوفان، واحد زليفة ديال الشوفان، عندنا الزبيب درناه خوينا فوق منو المطايب، عندنا بيضة، عندنا شوية ستيفيا، عندنا الخميرة ديال الحلويات. We have the oats crunched oats like that. We have one eggs. We have raisin. We add half cup of hot water to the raisin. We have stevia and we have baking powder. That's on. We're gonna pick up. We're gonna put one. We're gonna mix it. I'm gonna mix it in this one. We're gonna pick up one eggs. غادي نزيدو بيضة في شي مولينكس ولا شي خلاط ولا بيديكم اللي بغيتو. إيه هي بغينا باش نطحنو هذاك الزبيب. We're gonna add warm water with raisin and a pinch of salt. زدنا هذاك الزبيب اللي رطبناه في الماء، في نص كاس ديال الماء، وزدنا شويه ديال الملحه وغادي نطحنوه. غادي نزيدو واحد المعلقه وقلنا اد 1 سبون اوف ستيفيا بيكوز اونلي 1 سمول سبون بيكوز اي ستيل هاف اونلي 1 سبون هير غير معلقه وحده بيكوز الريزن از سويت. وي غونا ميكس ات. Oh, I didn't close it. Sorry. Okay. See, I mix it. I change my blender. I mix everything. We mix everything. Some to add a camel. Give some to no. Some to no. Hatta. Na ada kilma ul beda. That's all. We gonna add our oats. We're gonna pick up our oats and we're gonna add one just like small of baking powder. زدنا خدينا الشوفان ديالنا وزدنا ليه واحد شويه ديال معلقه صغيره، هذه معلقه صغيره، خلطناها مزيان. And we're gonna add it to the ingredients. We're gonna mix everything. See, we mix it. You see how it looks like, and that's all. صافي خلطنا وغادي ندوزو نمشيو نطيبو لي بانكيك ديالنا. ناخذ المقيله ديالنا غادي نشعلوها، نشعلو ليها النار. وي غونا بيك اوت سوس بان اند وي غونا تورن ذا فاير اون تو ذا ميديوم انتل ذا اي غونا جيت هات اور بان جيت هات. نشدو هاد لاستيس انا تندير واحد النقيطه ديال الزبده وتندوز عليها بحال اللي بهذا بالنابكينز لايك ذات. ذاتس واي هي دازنت اور بانكيك دازنت ستيك. تنديرو هاد اللعيبه اشي الزبده وتندوزوها باش ما باش ما يلصقش لينا. من تيسخ لينا تنجهدو البوطه. سخنات لينا انا وي غونا اد اور تنديروهم هكا ولا تديرو كل وحده بوحدها ان وتن ان وي بيك ات لايك كان وي فليب ات ان انذر سايد يو سي ان وي غونا تشيك ات. شتي تنقلبوها تنشوفو ذا فاير از ميديوم وغونا ليت ليتل بيت انتي الفول كوكت
We don't want to burn it. We're gonna flip it. تنقلبوها شتي شتي دغيا تطيب باسكو فيها غير الشوفان فهمتي وبيضه تنقلبوها دغيا راه تتحمر لينا. I'm gonna add another one here just to show you. For me I'm gonna add mini here. If you want small one or bigger one, انا تنزيد بغيتيهم صغيورين بغيتيهم كبار بغيتو تسربيو دغيا كل واحد وكيفاش انا نساليهم وانا معكم. واحد الملاحظه ما دونت بود فاير هاي باش وبشويه عليهم باش تيتحمروا ما تقلبوهم بشويه باسكو فيهم الزبيب وكلشي ونقصوا عليهم شويه البوطه. شفتوا كيف تيجي انا تنقلبوهم حداكم تنخليهم شويه يتحمروا وهذا الشيء اللي كاين. ها هما لي بانكيك ديالنا وجدوا شفتوا بالزربه هذا غيا اور بانكيك اتس ريدي اتس فيري ايزي فيري كويك لايك هي ستيك اي ثينك 5 مينيتس وي غونا انجوي ات ويد سام هاني. We're gonna enjoy it with some honey. It's very crunchy actually because we leave the oats like that. تيجيو مقرملين لحقاش هذاك الشوفان ديالنا ما طحناهش بزاف تنديروا ليه عسيله وتن بصحتكم وعافيتكم وان شاء الله تجربوه. بقاو مع تبعوني بزاف ديال لي غوسيت ان شاء الله غادي يكونوا خفاف هكا افكار ديال الفطور بالزربه الحاجه اللي مثلا 5 مينيت مثلا ما تفوتهاش ولي زانغريديون اللي عندنا في الدار. يلا تهلاو في راسكم في اللومي فور مور ريسيبي مور ايزي كويك فور ذا بريكفاست. ثانك يو هاف ا جريت داي. ثانك يو. السلام عليكم.